بركات مرحبا بكم غراديو تبير 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 راديو تبير راديو تبير لذا عن نتمزوا نتمزيغة غوروبا راديو تبير دارنا غير مسفيد نتمسفيدين إن خلا مغوكز نتمازل تناغ المغرب ولا دي مزار ندوني دراون تيني بركات دي تناغ تيكي تيغنين غو سيساد أسيس اللي كان أسيس زلين اللي هوني نزروين غي دغتو الزومتا الدار البيضاء تزون تؤمزقون محمد ويسديس غل مدينة الدار البيضاء غمزوارو غيسي زوير ران سيمغور نالغ كل نبدا ندي مازال كراغان يدينا غلان لكن كماتون دم داكلون دم داكل كويان حمادي عبد الرحمن اركون داخت الغاغ اركون سيمغورا راهم تيني مرحبا بكم غون مقراضي زلينا ران سيمغورا نتالق كماتنا المخرج نغا سي محمد وابراهيم الحاج ليلان غي كيماسنا يتقنينا اركون ني لكم وسيساد غير مباشر صفحه الفيسبوك غي كندولا اركون ني لكم غا جوجل بلاي ستور غا الراديو ادبير غيك اللي بدات ميورم ختوك تنتغاوسي وين وافور كيد على خير اللي بدا كيد نخدم ميورم ارا ان تقايز مزال غير نفتو ارد لكم نظني مدن سينا غلانا افاد داس نزري تفوق لي وين نسكرن غني قلت تفوق لي وين اللي تاو سكار نهار نسيم غورا نتا الجمعيه نتا روانت مزيد الاعمال الاجتماعيه الثقافيه ارد نسيم غور ارد نتا فتوكاز نسن اللي نبدا تكان نكون غير الراديو كبير لا نبدا دي نبدا بناد لا نبدا ميدناد من اسي زويري ارغساد سكرني انا المقار غساد اللي كان المقار اللي رسم غورن تنازور تا فاطمه السوسي كابتن طوطن فاطمه السوسي ما يا نفران فدست سمغورن يني انا ساتي لاديم ورد انت تكار سمغورن ولا اذا وانياني نوزار يضنين اللي ديوين فدت هضرن غا من غورن دوك دو نسن ما يدني تغسك تولاد نسبرك ديتنا اسلواي نغد الرئيس الرئيس للجمعيه انت روانت مازال الاعمال الاجتماعيه والثقافيه غل مدينه الدار البيضاء ايكا اسلواي يومان الين تولا يعني الفروع يضني ليلان اراد غي سول سي عبد الرحيم بزاو سي عبد الرحيم يحيحي اللي يتوسان اراد غي سول غوسك تور نغاس كواساد اني تسلت دور تكاتا مزور وتيات ولكن حقا استسكرت نعطي سكوستيات اللي انت كيسوك تغاو زوين سي عبد الرحيم مرحبا بك غير كيطا دار كيون راديو تبير ساولا غا يميك فوسك تور هاد ما نغديش كاو زوين كمنس اللي قلت لك مار غيرات مرحبا بك سي عبد الرحمن حمادي راك نتشكر بعدا داير نتشكر محمد ابراهيم والحاج ولا الراديو اتبير ديما الحضور ديما الا الجمعيه نتا روات مزيت ولا يعني الجمعيات كلو تنت دا الفكره يعني بنتي الفكره مالي ديك يعني فاطمه السوسي ديال الممثله مقورن يعني الفنانه الكبيره المغربيه الجمعيه نتا روانت مازال تسكرا ستكريم غصاد يعني نهار 22 شهر 7 2018 يعني دا نتشكر كلو بناد اللي تهزان على المسائل كلو يعني نتشكر الفنانه اللي ديوش كانوا الزوبه ديال ولا يعني الفنانه اللي كل اللي تشاركنا على اخت كريم فاطمه السوسي ولا كلو مدن اللي ساهمن دولت ماتنا فاطمه السوسي تنبني كاو ماتنا السي عبد الرحمن حمادي مرحبا الوقت اللي تسوين كم مغمياد تري ما سكر مغمياد انت تلاقي سكر رايت لان تقيسو كنت غاو سيوين ما ملك سكر ما كوني ساعد نفاد سكر متي غاو سيوين دي ما فتح تام دم دي نوزار اللي دي تيوين يسكولو ساعد من افاد دا الدرون غو المقارات اللي كان المقار يقان وين وفو اللي كان المقار يقان وين الاقل اتسلك متنا زور صغير تميتاس اقدودنس تملتي اقدودنس
كيف ضربك ما تنخسي عبد الرحمن حمادي يعني تو كنت ندني تزن في المسائل يعني الا قسن سعيده ازافا درت نتشكر بزاف يعني في المجهودات نس ولا محمد قوتيري الممثل يعني حتى انت الا ديغ يعني انت نتكلف نس الفنانه يعني انت كله قسن يتفاهمن دان نتشكر اصلا لا روح حتى انت يعني المنخرط كي قال الجمعيه ولكن يعني تلقى المجهودات نس ولا يعني كله دليل على المكتب كله نتشكر يعني ثاني قمص الواجب نس ولا المنخرطين الحمد لله يعني كل شيء بدنا نتزل يعني بدنا نتزل في الخير دو فولكي واخا ارتزل مدن في الخير دو فولكي ارغيلاد هذه سنتا وسكتور الحمد لله سنتا غايلي ترسمي ثواني تبان الحمد لله ارغيلاد يلكم يزمو الظل سوا فولكي داي اللي تترجم نغدا الا سو الناقص سواء غو قدود المساند الاصدقاءنا ديال التاشكا في هذه السنه المدنات كاين مازنا ودي ماز دي غادي دوش كام صغي هاتي وريحتها كام كان كون الى كام مايات على اساس باش السيزون غطي لي فريد المصاريف نتغاوسي وينكا اللي نسكر تكريم ورطرقه عطاو يديروا ضروري خاط زيد سميت التيرام ديال عدد نتغاوسي وين يغدي كيف ضربك ما تنسي عبد الرحمن الحمادي طبيعه الحال ورساله ولو ساعات يعني كاد اللي ساكن يعني المسائل اللي كلهم اللي كنت نسي جودات المنخرطين الجمعيه انتروند مزيق يعني درنا المنخرطين هو ديال مزوده مراكش يعني المنطقه المغرب كله الحمد لله يعني كلهم دن ارتزان على المسائل يعني المسائل الفتون تاعك اللي كله قسنتيرا الجميع يعني حتى بدنا يعني اللي شمس تكيت يعني ساهم دولت مطنخ فاطمه يعني تسمى المصروف تسمى كل شيء المسائل المانيجانت ولكن يعني كله ما يكفي نكره انه اوراسي يعني اكفات في سبيل الله تلميذ القصير عبد الرحيم مرضني دي مدن مرضني دي مدن ليسير ورطان خارطني لغل جمعيات مرضني دي مدن اللي قاني نوزار أفاد الدروز انتي غاو سوريد ما يقال أفاق المستقبلية ما يقال نزم الزال ندات إن شاء الله غدا الجمعية انتر وانت مازيرت لنسن غيكا يسقطنا مرتزقاء يعني إطلاق الوطن كله الحمد لله كيف ضربه الدساء عبد الرحمن الحمادي الجمعية انتر وانت مازيرت ترزم البيبان الجامعة المغاربة يعني مرحبا بالجامعة كله وان ايران انخرط الجمعية مرحبا بيت يعني الجمعية كله مرحبا بالجامعة القضية اللي انخرات يعني هاتي درنا على الفيسبوك ثلاث صفحة الجمعية على الفيسبوك يعني الواتساب يعني لان التليفونات من الدليل انا نكتب يعني وجدت يعني كله وان رد هيكش مرحبا بيت يعني هيك اللي سنة الجمعية انتر وانت مازيرت مرحبا بالجامعة المسائل دان جانت هيك اللي كله قسم الترام تلميذ القصير عبد الرحيم اركبارت تلغو غير قسم غور يا غور غير يعني غاس كوسات شكمت حتى ميدني اظنين اللي وري قالي مازيغن لا تمازيغت ورد قاتل سوسيد تيلي ولا تعربت شكمت ميدنات فدا دوتينيين يعني ما يدي كازوين كماد ما نكس تقبل الميدنات فدا لاندين هاد الخارطة ماد باش انجمز غير الثقافة توسنا يقامت انت مازيغت توسي وين يظنين كله تنسي استفتومان كيف دربو دي سي عبد الرحمن حمادي طبيعة الحال يعني دارنا صباح انوار ريفية دارنا السيدة اللي عندنا تنتتيني اللي ديش كان ولا انت تقعد ضيفة الشرف الشرفية يعني كنا الحمد لله المغاربة كلهم يعني استاذ لطيفة الاصفر استاذ الاصفر تيلي غدا اللي تغيد تلا كوتر كوتر يا كوتر تزيد تنت يعني رت نشكر تنت الحضور زين نشكر كله الفنانة يعني اللي حاضر لنا غا الحضور رت نقول لهم نشكر كنين اسقسي لي انا مكارو غدار كرا غديك فداك نجي ان شاء الله لنداك توري وين يضنين النور مسول بعدا كاين الباب نولي رديك شمس صغيره مرحبا البيبان الجمعيه انت وين مازيغ ارزمن ديما ارزمن ديما مرحبا بالجميع يعني الجمعيه انت وين مازيغ اللي سنا مرحبا بالجميع ماني ديك انا يعني اي اللي ديك انا قدام ما كانت غوسوين تقريبا عموما اللي تفكر ان شاء الله فهاد تنسكرم شكون سكون يسكر هاد الدور ماني غنسير مازال نون يعني تسكرم الدوري تكون نضار تسكرم التكريمات تسكرم هي العدد الحفلات امني دنون اشكون انت الجمعيه دروان ما زيرتو جد بيد انت دائما وقت اللي كيما قالوا المقارنه خصني نقول المقارنه كيف ضربوا دا السي عبد الرحمن حمادي الجمعيه انت روان ما زيرت يعني تذكر تكريمي فاطمه السوسي نهار 22 شهر 7 يعني ارضات تفكر نغ الجديد يعني ولكن يعني وتا في الاستفان وتحديد ما يجينا اما الجمعيه انت روان ما زير ديما الجديد ان شاء الله يخلي النار تنميتنا كبار نسي مورسي عبد الرحيم زاو سي عبد الرحيم يحيي اركان سي مورك انت نين يوم نكون راديو كبير هي قبل ديت نخكر هي قد تزمز انطجو اديتنا غا زلم الاوقات فولكينين كنا نقول لي خصني ندوي لي غتبع عنين هادي ميدنا دوكا تزمز اللايف راس انت تنميتنا البارح فالميساجات نون اللي غادي تزم مرحبا بكم غون مقرات مرحبا بس احمد ايري غا تشارغ ولتماتنا غا عشاء انزكان يعني امين المال الفرع وديره راس الصرحام غا ايويس
ايون عمي يعني توفى ديال مرا سنتيني الله يرحم ربي هذا سي سامح ربي انت ولا كل شيء ما كان مسلم سلاوان داك اللي اختي وين تضنكي ولا بحر راه سنتيني ارنترجو ميدن ادرسني لو فراك سنتي غوسي دور دايفتو يان صبحر فدد يعوم سي غفتا سي اختي يوي البحر يفلتن كيتي الوالدين راه ارنترجو يرحم ربي الزناديك في الصبر وليد سنين نيني خصي لو فراكي للوعي سي عبد الرحيم دار ميدن فدوري لي نتزنداتي غوسي وين اللي بارق شنو كيف ضربه دسي عبد الرحمن حمادي نشكر راديو اتبير يعني اللي ديما لنا الجمعيه نتروند مازيرت يعني غير حان ولا قادر ولا الدار بدا يعني الجمعيه نتروند مازيرت غير نسكر كران تنشيط يعني الراديو اتبير التالي على الحضور دان نشكر كل المحبين الفيسبوك ولا الواتساب ولا يعني المغاربه من طنجة للقويره تلميذنك كيف ضربي راك بارنسي ورق انت الغني راه كنا جيدي ميك العواد ان شاء الله اراد نوري انزري توكت نينوزار ليلان غوسكتور نغصاد مرحبا بكم هيا غوغنس أمزقون محمد ويسديس أغلى مدينة الدارة البيضاء تقات تربوتنا عاود تيزنيت تربوتها اللي اسهوا وين دميت نس مرحبا سي سنغي اللي بدا نميات رسمتيني تنميت نون بارك توكاس نون تنميت نون ولا في زمزال نون تنميت ولا في الدعم اللي تا كاميون وزار نقراتون الى جيتنا السي ابراهيم بيروك اللي كان ايان غا نوزار اللي دا حاضر غون مقرا درستي تنميت غيد غوم زقول محمد وسديس قبل في داخل مدينة الدار البيضاء أسراقي قالت اللي يخصك الجمعية تروند مازيرة الأعمال الاجتماعية المقارد اللي كان المقار اللي غرس سمغور أتانا زورت فاطمة السوسي سمغور لا إنوزار اللي دي حاضرنا المقارد عود تيزنيت إلا دي تنغق بطفسي إبراهيم بيروك ركبتي مرحبا بك السي ابراهيم غير كنت تضرك من راديو كبير المباشر كيحضر باو قمتنا السي حمادي ولا كي قمتنا السي ابراهيم ولا الطاقم كله الراديو كبير مكلين سنين كله اكدود اللي حضرنا المناسبات استيغان المناسبه نتكريم نتنا زورتنا فاطمه السوسي اللي سي تو بلادنا استيغان تسمونت انت وانت مزيت غمس المنبر دارت البحر سنين مير شكفت وكساد اللي نكان باش السي مغورنا يلا هرم خورنا تمثيل الامازيغي استيغان وتمات نحفظي ما السوسيو لي سولي لنا خصو درت نسم بالبيض بيضا بارك وتعالى جا سي الشيخ زيف العمر وكان غير كذا كان الهدف نتكريم مع حدي لا سولي بنادم العمر اسم 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 دا مش كائن وزارك قيسي لا مملكة هما كلي باهرة السنية العدد وجود غير الدار البيضاء ولا على الصعيد الوطني إن شاء الله بأنه تم سموتو هو الشائن عاود نتزنيك تؤسس البداية والفين وخا يعني غير الدار البيضاء هي قال حال الدار البيضاء غير تؤسس أيه الدار البيضاء المحمدية ما بين الدار البيضاء المحمدية وكانت تأسيس نغد التالة اللي تم سموتو هو الشائن عاود نتزنيك إيقات يا المنتزة غابوي اللي تسمى كاسكاد اللي لنا غتم المحمدية غينا يقال المنبع نغد غينا يقال الاساس الزوران نتمشوا واش نعاود نتزنيت البدايه هو الفينا التكون كمجموعه مؤخرا تقريبا من 2010 الى يومنا هذا كاسم جمعيه القوانين المسائل
ارغي لهاد مش كنتي تسفينا الدارين لان ايوا ما سنتي تسفينا قبل نحسي حمادي زعما غير يا تسفيف تاع استيغان ام بي 3 وقت نيت غادي ليمون السويزه غما سنت الدانكي وانا الراديو كبير وكان ما غنوت كلام راه نسكت باش نسكت صوت وصوره ولكن الظروف ورات سعادي نسيت وانا على حساب غايد البيراطاج تاع اللي لا ما عجبتناها اللي تسجلنا غايد ورا بارا وجاتني الاربح بارا غايد عفوا اللي حتى كاين نسكت بالنقص بان من بعد ان شاء الله تكون ما تيسمط الامور لا تبدا بالشغل ان شاء الله يا صوت وصوره غادي نربي اما الملف النونيسي كان الملف اللي يكمل لي قادا فهاد تكمل مهرجانات ما تبدا تشارك ان شاء الله غير المهرجان هاتي الكليك اللي ساكن عندك كاتينا غير كمجموعه ولكن بالظروف المهرجانات اللوازم اللي فلاك تفرض المهرجانات المناسبات باش تجي تشارك صغينا حي كان غد باش نسكر جمعيه قانونيه سلمي لفات نسبي مساعين وكان غنك اللي تسنت غادي نشارك غيا غنك اللي تسنت كلية العدد ديال العدد المهرجانات الوطنيه غتشارك تمسموت وحوايج نعاود مزنين التيكال المهرجانات غير الدار البيضاء المعارف الحي الحسامي سيدي بليوط السباته البرنوصي مهرجان الورود قلعه مكونه مهرجان طنطان يا العدد المهرجانات غنشاركو كان الي نسود ان شاء الله من غير سلمي تامي العدد المهرجانات يعطينا ربي واخا يعني التربود الانجليزي والاستاذ من السي زوينه بالدقه نهضر كي سنخي لي في مركز الجديد ديال الشباب ويا بيضين لي لا تم سموت واش نعاود نسنيت غير كلي سنيه للجميع يغرني تقريبا يا العدد التروبا غير تفتح زويد تي زويد غير تغدى البيضاء يغرني كرات نغد قوس التروبا كله تقريبا الدراري لي تفورني نضرو باين زرين كله جوكوس الجمعيه نعاود نسنيت يغرني الاكثر 100% تقريبا زين كله قلت عدد تاعها تاعها اللي لي نشيقا غير كلي سنت كل ديال العدد التروبا وكان ما كل اللي قالنا انا قال غادي يزين معانا غادي يضر باش هاد ديال شكيان اي فوق ترى بوديس ترى بوديس نتك ما تريد كي سيفول كي غير هي نغدا اكيد ودي الطرزال اللي داد ولي يا الجانب فولكي كيس السي حمادي باش اين تشروح واش مزيانه تي لي المنافسه يا الجانبه اشكو ردت منح باش هاد البرح تاع القطا تغزو المنابر غيكا وكان نشكر راديو اتبير لي كان المناسبه اللي حيك الفرصيد بانه يا العدد غير تروفا زرين تغات مسمون تو حوايج نعاودو لا تمسمونين يا بنين كنتي قال الهدف كنتي قال هدف مادي ودرت كنتي الهدف باش ثقافي نغدا تبين كنتي قال هدف مادي غورني غير لي لا غير ديال التربوت بلا ني حسمس فوق عاود نزنيت قلت لي قادرت هدف مادي علاش هدف مادي لانه احواش التوسان تقريبا اقتصادي لي 25 واحد سفلى هو ذلك تدنس بمناسبات 8 دميد من 10 غير كل سوق نقين 12 واحد 12 واحد ما لاتش كان زميتين غدرت زميت برياس زميكات الايقاع وكان غويت راسي الثاني ادرج عن شويه باش احواش الدهره كيسو سكن الماديات وانا غير الماديات هذه السيمانه غلانت واخا كان تقريبا الظلمه دابا بني جامده بين واحد اللي 13 واحد الطقم فيها واتيك نغد اتيك من الكليه ولا شويه فلوس اتيك بالنسبه للمادي وهو المادي غير غاكي غير غاسمتني وهو بالنسبه للمادي نكني شويه يزيد على حساب تقريبا هاتي 25 واحد ماشي هما 12 ميدل تم سموت وحواش نعاود دارسيا ينتسير الامتياز نسي قالت بانه المناسبه خصها تدير نهض المهرجان بانه الدراري كل اللي شاركني غير المناسبه راه سنت كاتيا نغوا يان الباينس تحيد المبلغ من بعد يعني المبالغ غتكاوي الصوائر من الترونسبور اشكو على حساب تزيد اربع طوموبيلات دار خمسه طوموبيلات تسنت كلشي تليفونات ولي تكلفنا الرئيس اللي تكلف من السدره الناس اللي خرجوا الصونون الا داروا الصونون اوه الصونون يغدي وربي كرا يضل بحال الصونات نكون راه يعني كباتنا المجموعه جات نكون راه الصونون خاصنا نتكلم تيمن صاحب كما تيمن صاحب اللي زرا غير الواحد هاكا كنقول ايها تيمن سال لا انت موحد لا انت جلوبه اللي انت الفوقيه توم اللي عاديين اللي الفوقيه عاديه كيسا الطرافو نسمو تاع واش نعاود نسميت اتيارا كيس تيلي القميجه شيبيات اللي القميجه كحلا الرزا سروال قندريسي البلغات يدوك المهم زعما ثلاثه لبسات اربعه لبسات الخليف ان شاء الله يعطينا ربي تكا تحتي من سيتي اثنين من غير تما يعطينا ربي كاين كذا سكاز على السكان ديال الشمس لا ماشي كره ديال كاتا سكاز وانما غير على حساب غير كليسنا على حساب الماديات غير الفائض شويه هاتي تقريت باش تسكرتي من سيتي اثنين تزرس تبيت اشكو غير كليسنا لا تحت ربيضين تقلاد انت تسكرت كي لبسات تحت فوق نطيه ديال ديال اللبسين وكان يا العدد ينو زارو بجوج يا العدد هو بجوج اسمه كل لبسه ويا ديال اثنين راه كنتيني هاتي غيتعاود انت لا غوني تسكر قلد نسلبسه
تعلمي ديك تاغوري كانت قالوا لي راسك انت من المحبين ديال هواوي نعاود تيزنيت غيد ولا تيزنيت لا خصك يوني يضيف حتى تغلى بارد قال مولي الدار بيضا ضابط مراكش فاز تيزكيوني كامل اي غير كان قال بحال هكا من عسي حمادي اول كران دار تمسموت حوايج نعاود نزيد في الباهره نشكرو كان هاتي التوسان حتى المحبين زوج زوج نعاتي لا ان الناس نتا تنقيس نتا فبارك الله بانه الناس نتا حتين ان شاء الله هاتي تنحيا المهرجان غوكا ديال السيمانه هذه اللي قدامي غتي نار بي ولا مراكش غتي نار بي تنحكي السيمانه هذين هاتي تمسموت حوايج نعاود نزيد تبارك الله هاتي شهر 7 اذا شهر 8 غتي نار بي وراي اللي بلا على خير يقد ان شاء الله يغرني على حسب الملف التقبل التي نشارك اختنار في المسابقة المهرجان وحواش لله نغمس المدينة وولوز وكان أربعة نشكر تمس منتاد نتال وانت مازلت لي كان السبب والمقارد اللي غن حاضر نشكر تير وقبالي نقاني لك زمان سجن لوقت نسن باش تشارك نغت كريمات دار كون نشكر ولكن يتمتح راديوات بير سان ميرتن تنميزك أكي حضر بير كمسي مغورك نتال ونجد دينينا قرد كلا نمقار يضين غير قرد إلى مقار إن شاء الله يعني أيز يعود تزيت ولا كله ولي في تنزل ولا المحبين نون مرحبا بك تنميز أكي حضر بير أيز مرحبا بك ما يدار غبركات ديتنا سوف لنا فكين تفضل قيوة من الراديو أكبر اللي أنا نزلي في زيادة نيتغوم زقون محمد وسليس غلم دينة الدارة البيضاء كل عدد إلى وزارة تقت المحبين فكين دولا تقت المدنين الحاضرين غرمو قراد أراوتيني بركات ديتنا في زيادة نين يون درونا سكتور نين اللي قلوا إلي زري غسكتور نغسد تكريم تقاتين فاطمة السوسي أنا زورت الممثل اللي توسان يقسم لي تحية تدريس غيكون دولا سي محمد بن همو غيكون دولا كريم نجوم سوس كيراتي لي أنا زورت فاطمة تمنرت دا أنا زورت أمينة تحية دا محمد إيحيحي غيكون دولا أنا زور سعيد أزفاد أنا زورت كوتر التازي غيكون دولا عزيز أمحضار صباح المهر دا تسبو وسلكي غتنشيط غكندولا تنشيط تقديم لاكيس مصطفى نصر دا خديجة تفوكت احواج عود تيزنيت اللي زرين تربوت ني عشاقن اما الضيوف الشرفين بيونا كانتن البيونا اللي راه يحضر غون مقارد عبد العزيز والصيح انا زوري الممثل المخرج المنتج حسين بردوز اللي كان الممثل باري بقر كان دولا عبد اللطيف عطيف كان دولا محمد تيري حسن عليوي خديجة أمزيال الأستاذة لطيفة الأصفر دوية ضيضنين كل ما يادر كنين كمتي زيادنيت أرونتيني تاني ميرتن البارة كنين اللي تابعانين غلايف غل فيسبوك إن راديو أتبير أوفيسيال أرونتيني تاني ميرتن البارة في تشجيعات تاني ميرتن في تعليقات رانو وليس تعليقات نون إن شاء الله غمات ديكال لقدام أفاد أنا كفي كري قتين تيزيز لك فاسلح تنسى غيكن دولا رانسيم غوران تلغو اللي تابعاني جوجل بلاي ستور ارتيلي شارجينين البرمجة من الراديو اتبير اللي خلاص تميارم رامتي تاني ميت فغونش كان ما يتكون لي غزري غير ان شاء الله رد غيلي غير القناة اليوتيوب غير الفيديو خصوص يومرا بارتاجياتي مدوكا لنون اسايس مرحبا بكم مكانت قام دين نخت اللام تقيم زودي غوغان دين نخت اللام غوغان صو مصريين محمد وسديس غير بالفداء غا المدينة انت قمي يتوم ليلت بركات سي محمد ابراهيم والحاج التلغرد سي مغوران المجهودات نستو غازو سالي نتكا افاد دقلين الكميات صوت وصوره يا غالي ربي درس السيوم راه انتيني مرحبا بكم الدرغات كامل مكيونا تقام انوصات بركات ديتنا خكرت قام جينا خلال جيجات العواد راه داروا نوري الدار ايل مكيونا ان شاء الله يا انا 8 مرحبا بكم
دارن غادي دارن غدو رياضيين راه انتي مرحبا بكم غمز قول محمد ويس ديس غيد غالم دين الدار البيضاء اللي كنا كنسال لك من تلاديت نغيات مازيخت ازول غيب ازول حزول ازول هيت ماسيتنا مرحبا وانت ما تنبغي فرحه غطاس ديال الحضور اكيد مرحبا انت صباح انوار طم قرانت فاطمه تسوسيت مرحبا صباح انوار كمي تعيش في مدينه وجده انت عايشه في مدينه وجده وجيتي للدار البيضاء خصوصا باش تجي تحتفلي مع هاد الناس وتحتفلي مع الاخت فاطمه السوس الله ودي كنت في الامارات فاش عرفت بلي الاخت نتاعنا الفنانه ديال الامازيغيه اللي كنحبوها من القلب ديالنا عندها التكريم ديالها تلقيت الخبر بكل فرح وقررت باش نكون معكم في هذا النهار هذا ان شاء الله مرحبا يعني تكلمي لي على نفسك شويه اخت صباح شكون هي وقلتي لينا يعني انت عايشه برا قلت لي مغاربه خارج ارض الوطن غتكلمي لي شويه على يعني كديري لي زالبوم ديالك الى اخره شحال من زالبوم لي زالبوم ديالي عندي اربعة د الالبومات كلهم بالامازيغيه كاين البوم باللغه العربيه من انتاج ديسكو نادور ديسكو مليليا ديسكو مايا بالنسبه يعني اللغات ايوا كنغني بالامازيغيه الجمهور ديالنا الجمهور ديالي كيعرفني بلي انا كنغني الامازيغيه لكن الحمد لله كنغنيو جميع اللهجات ولكن معروفه فنانة الامازيغيه اللي هي صباح انوار مرحبا يعني انت دابا جيتي من وجده حاليا يعني جايه من وجده للدار البيضاء حاليا شنو نقول لك مسافات ماشي من وجده كنت خارج ارض الوطن كنت في الخليج دوله الامارات وجيت كان عندي حفل في مدينه طنجه واليوم راني في مدينه كازا عندكم مرحبا مرحبا بك يعني دي مرسل اللي غدوزي ان شاء الله غندوز باغنيه رقاده باش نمثل بها مدينه الشرق الناظور وجده واخرى وحده اخرى ندوز بها اغنيه طربيه لكن لحن طربي وكلام امازيغي اغنيه راهي صندوق اذا يعني واش كتشوفي دابا اليوم الاغنيه الامازيغيه سايره تقدم ولا يعني كاين هادشي ديال المشكل ديال البيرات المشكل ديال بزاف ديال الاشياء واش كتشوفيها كتقدم ولا يعني واقفه بلاصتها لا الحمد لله دائما الاغنيه الامازيغيه كتقدم دائما الامام والحمد لله حاجه اخرى اللي بغيت نقولها للجمهور ديالنا المغربي يعني الحمد لله كنزيدوا بها القدام بحال انا كان واحد السيل عندي معروفه به كنغني طربي كنحاول ندير واحد السيل طربي بالامازيغي واحد السيل واخا يمكن لك تقولي لنا هذه الكلمات هذو ولا هذا اوكي مرحبا الاغنيه اين الزيني اماني تجديني او اربعه ديال الشكامن قناه بعدي وني كتقول قولي يا زين قولي فين كاين بعد الشكامه برقاقه كيقول لك بعد فين زايد هذا ميساج لشي ناس كيكونوا واحد الانسان باغي واحد الانسان مثلا هكا روح فين زايد واخا يعني بزاف ديال الناس لما كيتكلموا بزاف ديال الشعراء بزاف ديال المغنيين لما كيتكلموا كيقول لك خصني نتكلم بالاحساس ديالي يطرى لي واحد المشكل مثلا عاد نتكلم عليه او يعني كتنقلي مثلا المشاكل ديال الناس الاخرين من غير كنتي وتكلمي عليهم الاغلبيه الالبوم ديالي انا كان نشوف الحاجه اللي طاريه الان اي باش نقدر نوصل احساسي للجمهور ديالنا كديري كلمات راسك اكيد في البدايه كنت كنكتب ونلحن وحدي ومن بعد تعاملت مع الملحنين كبار الحمد لله علاش الانسان ملي كيبدا مثلا كيبدا هو ما كيدير والو وانت بديتي كديري وليتي دابا كتعطي للناس الاخرين باش يديروا البدايه بحال نقولوا كنت يلاه كنشق الطريق ديالي يعني عاد ما كانش مفتوح لي ابواب بزاف ديال الحوايج هكا اليوم كثر عليك يعني العمل تبارك الله الحمد لله يعني شاركتي في بزاف ديال المهرجانات داخل ارض الوطن ايوا يمكن لك تذكر لنا بعض المهرجانات شاركت في مهرجانات ديال مدينه وجده الناظور كازا عين حلوله الرباط الخسيمه جميع المهرجانات كتكلمي بالامازيغيه الوجديه وكتكلمي ما جاتش الفكره ديال انه واحد النهار تغني بالامازيغيه السوسيه
كنمشي حماق على السيسيه. وهاد الحاجه بغيت نقولها للجمهور ديالي اللي ما عارفاش عليا، جداتي ما تزنيت السيسيه عشان كنحماق على السيسيه. مرحبا، كنتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله. كاين مهرجان مهرجانات والمناسبات جايه قدام؟ ايوا كاين مهرجانات خارج ارض الوطن، بلجيكا هولندا، وكاين امارات عندك. يعني بالنسبة لخارج أرض الوطن، يعني شكون اللي كنكون فيلمي معاك؟ واش الناس ديال البلاد، الناس المغاربة، أو الناس اللي هما خارج أرض الوطن؟ لا، خارج البلاد، بلجيكا هولندا، يعني ناس داخل المدينة، يعني واحد مدير أعمال كازا كي يخطر الديار البلجيكية بروكسل، وفي الإمارات يعني كاين علاقات. وي الحمد لله. واخا كنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ميرسي. وان شاء الله شحال غتدوزي في المغرب هنا؟ ان شاء الله دابا راني هنايا، راني تنعيدو حوالي ان شاء الله تعيدي هنا ان شاء الله. حاجه بغيت نقولها للجمهور ديالي، يعني اليوم مع الفنان الكبير ديالنا عبد المولى اللي عنوان حب المغرب يجري في الدين، ودابا راني حاليا كنساعد لانطلاق اغنيه جديده. مناطق؟ أكيد. يعني بزاف ديال الناس، بزاف ديال النجوم، يعني ولاو كيعيطوا لهم مؤسسات إشهارية إلى آخره. ما أنت ما عندكش عمل بحال هكذا ولا شي فيلم مثلا من الأفلام؟ والله العظيم إلا شحال هذه جاوني عدة عروض، وكنت أنا جاني عرض باش نكون ندير بطولة فيلم أمازيغي، وذاك الفيلم الأمازيغي ندمت عليه بزاف حيت خدا واحد النجاح، فيلم قاسي وخدا واحد النجاح كبير. وكان غياخذ النجاح أكثر كون شاركتي فيه. ايوا كان بغى يعطوني البطولة، وسمح لي دوزت على شاشة التلفزيون، باش بقيت مع على رأس السنة، صافي رأس السنة 2015، حيت مشي مرة شحال مرة الجمهور ديالي كيقول لي علاش الفنانة صباح أنوار أنت ما عندكش على اليوتيوب سهرات على التلفزيون ولا لا، هذه ماشي هكا بغيت نقول لهم. عندي، ولكن انا اي حفل كندير ولا كنت كنعطي للشركات ديالي هي اللي كتحطو باسم ديالها على اليوتيوب، وكتخلي حتى يعني كيوصل واحد المشاهده كيتمحى عاود كيرجعوا عاود هذا هو اللي بحال كيهرسني شويه فنيا. اذا انت في المداخل علاش معتمده؟ معتمده على المهرجانات ومعتمده على القناه ديال اليوتيوب ولا معتمده على السينما؟ انا معتمده اكثر اكثر على مهرجانات وعلى اعراس، الحمد لله كنخدم اعراس بزاف. كنتمنى الله يوفقك ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا. كنتمنوا الناس ديال اهل سوس والمناطق الجنوبيه باش يعيطوا لك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، شرف كبير ليا كنحماق عليهم، ودائما ضمن الامازيغ عندي الحمد لله في الروح. يلاه لالا غنقول لهم وقت ما بغيتوا الاذان الصباح عيطوا للراديو كبير، حنايا نسكن لكم معاه. مرحبا بكم، والتخصص ديالي انا رقاده. نشوفوك ان شاء الله، وكنتمنوا ان شاء الله الجمهور اللي باقي خارج اسوار يعني هذا المسرح باش يدخلوا ان شاء الله يشوفوك، راه باقى الوقت ان شاء الله باش تجيو تشوفوها وتفرجوا فيها ان شاء الله. ان شاء الله شرف كبير ليا. بارك الله فيك، شكرا، كنتمنى لك كل التوفيق يا رب العالمين. شكرا، كنحب نوجه تحيه للجمهور المغربي. خارج ارض الوطن كيفاش كيشوف فيك؟ ايوا كنحب نوجه للجمهور المغربي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كنحب نوجههم تحيه لكل واحد كيشاهدنا من بعيد ومن القريب، شكرا بزاف. انتم هما حنايا، بلا بكم ما كاينش الفنان. يلا لالا تبارك الله عليك لالا، صباح محضر بيت تنميرت نمت كابتن جلدبات صباح اللي منتني تنميرت في المجهودات، تنميرت في كله تيغاوزوني اللي خصم تغكر تمازيغت اللغه تيضنين كان دولا تحضر وغزل المغرب ولا تيميزان دوني تنميرت كبار السيمور. Yeah.
بركات مرحبا بكم راديو تبير 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 راديو تبير راديو تبير لا راديو que les autres radios écoutent. دارنا غادي سدارنا غاركون سبراك راه انتيني مرحبا غسيسات اللي نيت كان مزقون محمد وسديس غلا مدينه الدار البيضاء اللي سكر جمعيه تروى انت مازيرت راه انتيني بركات ديتنا كرات كام ديننا خت اللعب. معنا الان اخت كوثر تازي. كوثر تازي مرحبا بك على اثير راديو اتبير، مرحبا بك في المغرب وحتى خارج ارض الوطن اللي الحمد لله كيسمعوك الناس وكيشوفوك داخل ارض الوطن وخارجها. تحية ليك وتحية للجمهور الكريم اللي كيتبعنا عبر الأثير من سواء من المغرب أو خارج أرض الوطن، تحية كبيرة لهم وكنحيو من هذا المنبر. مرحبا أخت كوثر تازي، غتكلمينا على نفسك. أولا كوثر تازي إنسانة وكوثر تازي فنانة، البداية ديالك كيف كانت؟ أنا الأصل ديالي من المغرب بطبيعة الحال وأفتخر الحمد لله. الأصل ديالي من مكناس من ولاد بن سبع، وما نكروش أننا كلنا أمازيغيين. واش غادي نقول لك؟ البداية ديالك منين كانت؟ البداية ديالي كانت في 2006 قبل ما تكون بداية موسيقية، لأني أولا كنت درست الموسيقى وأنا أصلا دابا المهنة ديالتي أستاذة ديال التربية الموسيقية. تبارك الله بارك الله فيك. كندرس الكرة والبيانو وكنت من مدينة المحمدية. أنا حاليا قبل من أنني نفكر باش نولي نغني كنت كنعزف مع الفرق الموسيقية، ومن بعد فكرت أن حيت لأنني كنت كنكتب الكلمات كنلحن، عندي هذه الهواية، فكرت باش أنها تخرج. تبارك الله، يعني كتكتبي الكلمات وكتلحني وفي نفس الوقت يعني كتعزفي غير واحد شوية وفين مخبية لهالدرجة؟ والحمد لله راه كاينين الناس اللي متبعينا وكاينين الناس اللي كيشجعونا، كنحيو من هذا المنبر كيف العادة. ومن بعد راني بديت كنفكر ودرت صدرت اول البوم ديالي هو تحت عنوان يالين، درت الالبوم الثاني في 2008 تحت عنوان راحت البال، واخر البوم ديالي دابا درته هو البوم فرحانه. ومن بعد بديت كنخدم بلي سينجل، ما بقيتش كندير الالبومات، وليت مره كندير سينجل ديالي. واخا تبارك الله، يعني اخر البوم اللي عندك فرحانه. الله يخليك ديما فرحانه. يا ربي امين ويفرحكم كاملين اللي كيسمعونا واللي معانا. وبديتي في هذا الشيء درجات، يعني اليوم وصلتي فرحانه بطبيعه الحال، ولكن ان شاء الله اكيد غتبقاي فرحانه ان شاء الله. ما نسمعوش منك واحد النهار
قولي لنا ودي عندي واحد الالبوم اللي سميتو غضبانة هنا. لا 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 قديما حنا الموسيقى بغيناها تكون وسيله باش نفرحوا القلوب وباش نرتاحوا ونفوجوا على قلوبنا، ما بغيناهاش تكون وسيله ديال التشاؤم. الا لاحظتي درت الالبوم الاول ديال الليالي تبعته راحت البال، يعني راحت البال عاد فرحانه. واخر سينجل درتها دابا هو ديال مبروك العيد، درته بمناسبه عيد الفطر، راه كاين في اليوتيوب. وحتى بالنسبه للعلماء النفسانيين دابا كيقولوا بلي يعني الغناء والطرب يعني كيعالج النفس ديال الانسان وكيعرف. بالنسبه لي يعني كتغني غير بالعربيه، ما فكرتي واحد النهار باش تغني بالامازيغيه رغم انها قلتي دابا كلنا امازيغ؟ ما كرهتش صراحه، عندي واحد الرغبه كبيره باش نغني الامازيغيه، وكنعرف ناديها كالحان، ولكن شويه كتجيني صعيبه في لانني تربيت في اسره اللي كنا كنتكلموا غير بالعربيه، ما للاسف ما كنعرفش الامازيغيه، وهذا ما كيمنعش انني غادي نتعلمها وغادي نتقرب للجمهور الامازيغي، وليا كل شرف. واخا انا على اثير الراديو كبير، حنا الكلمات غنجدو ملي بالامازيغيه ان شاء الله. مرحبا وقت ما فكرتي ان شاء الله باش ديري اغنيه امازيغيه. مرحبا حتى على اثير الراديو كبير، نعاود نشجعوك كيف كيشجعوك الناس الاخرين. يعني ما فكرتيش يعني كاين بزاف ديال الفنانه اللي كنشوفوهم هما مغنيين، انت دابا عازف كتعزفي استاذه ديال الموسيقى وفي نفس الوقت كديري كلمات الالحان بالنسبه للافلام. اش ديال الافلام؟ انا لحد الان مازال ما جاتنيش فرصه باش انني نشارك في لسان او لا شي فيلم، ولكن هذا ما كيمنعش انني مستعده، لان بحكم تكويني وتجربتي حتى المدرسيه يعني كنت موهوبه حتى في المسرح. واخا اليوم شاركتي في هاد يعني الجلسه التضامنيه اللي كاينه اللي دايرها جمعيه تنوان تمازير، يعني كيفاش جا الشعور ديالك انك تساهمي تانتي وتعاوني تانتي مع هاد الفنانه هذه اللي هي الاخت فاطمه السوسي، وكذلك تشاركي مع الفنان الامازيغي هنا داخل مسرح محمد السادس بالدار البيضاء؟ اولا انا كنحيي الاستاذه ديالنا والفنانه ديالنا فاطمه السوسي، وكنتمنوا ليها الشفاء العاجل، وكنتمنوها تبقى ديما معنا في الساحه الفنيه يا ربي وطول عمرها. وانا جيت سعيده انني كنقدر، انا مغربيه، علاش لا، انا مغربيه وتربينا على التضامن، تربينا على التكافل، على التعاون، هذا الشيء كاين من جدودنا تربينا عليه، علاش ما تجيش واحد الفرصه خفيفه بحال هذه اللي ما قدمناش فيها شي حاجه كثيره؟ علاش هذا بكل فخر بكل اعتزاز وبكل فرحه كبيره انني نجي نشارك حتى انا بحالي بحال الفنانين الامازيغيين، وكنحييهم كاملين بهذا المنبر وكنشكرهم بدوري بقيامهم بهذه المبادره، كما كنشكر الجمعيه ديال الثروه تمازيرت اللي حتى هي دارت هذه المبادره كبيره. انت وليتي كتنطقي بالامازيغيه؟ لا ما بعيداش قربت. الاخت كوثر يعني لي سينجل قلتي لي دابا كتشري غير لي سينجل، دايره لا شين ديالك قانونيه ودايره؟ هي عندي اون شين في اليوتيوب، عندي لاباج ديالي فيسبوك كوثر التازي، اللي بغى يتبعني مرحبا به. كوثر التازي كتجاوب لجميع الناس؟ مرحبا لان كاين بعض الفنانين اللي ما كيجاوبوش الناس كاملين. علاش؟ حنايا لما كنغنيو كنغنيو للجمهور، ولا هذاك الجمهور اللي هو تيشجعك وتيكبر بيك بغى يتواصل معاك وما توصلوش معاه، اذا لما كنغنيو ما يمكنش. مرحبا باي واحد وبالتواصل اي واحد اللي غيكون غير بيناتنا الاحترام والتبادل الفني، الف مرحبا وبكل فخر يا رب. مستعده باش تشاركي في يعني حفلات تضامنيه اخرى في مختلف المناطق ديال المملكه المغربيه؟ ان شاء الله، علاش لا، ان شاء الله الا كنا كنديروا شويه ديال الاجر في حياتنا وكانوا جاونا مبادرات بحال هذه، علاش الواحد يفلتها بهذه اللغه هذه؟ علاش لا. اخت كوثر التازي بغى يعيد ليها واحد السيد من العيون ولا من الدار ولا من اكادير؟ مرحبا. ياك ما غاليش تمام. لا ما عنديش مشكل، نمشي نشارك وندير حتى تفويجه ونتعرف على الجمهور الاكاديري والجمهور ديال العيون. الله يودي، هذاك راه فخر ليا، منها اجر ومنها حشو حاجه كيف ما تيقولوا. يلا مرحبا بكم انتوما اللي كتشوفونا وكتسمعونا على اثير راديو اتبير، اللي بغى الاخت كوثر الفنانه الاستاذه الكبيره اللي هي كنفتخروا بها، وكذلك ماشي كبريه، هي متواضعة جدا، لأن واحد الإنسان يكون أستاذ
الالحاد وكل كيعزف وكيدير الالحاد وكيدير الكلمات ويجي يقول للجماهير كلكم مرحبا بكم بالثمن اللي بغيتو نتوما على اساس باش نفوجوا على بعضياتنا نشاركوا في يعني الحفله التضامنيه. كنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. اللي بغى يتصل بينا ان شاء الله ومرحبا ان شاء الله نتواصلوا. تحياتي للجميع. الكلمه الاخيره اللي ما يعني توجهيها الناس اللي كيسمعونا وكيشوفونا داخل ارض الوطن وخارجها. كنبغي نقول للجمهور الكريم تحيه فنيه خاصه من مدينه الدار البيضاء على اثير هذه الجريده راديو طبيعه الحال، وكنحييهم وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم على تشجيعاتكم لي وعلى متابعتكم وحتى ملاحظاتكم. انا منكم وليكم وتحياتي في هذا النهار. تبارك الله عليك. كنتمنوا لك كل التوفيق يا ربي العالمين، وكنتمنوا نتصلوا بالالبوم ديالك ان شاء الله اللي جايين في المستقبل من الايام، وكنتمنوا الايام ديالنا وديالك تكون دائما فرحانه وديون العيد كيف قلتي ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله يا ربي. امين لينا ولجميع المستمعين الكرام. مرحبا واش مبروكه مصطفى علينا وعليك. شكرا شكرا جزيلا. تبارك الله عليك. اركون سي مغاركون تال غسفل دم لنتمات الخوطر التازي اللي ديوش كان فدا الدرو دي مازيغن غيت درو دو لنتمات الغامي فاطمه السوسي رزنتي تاني ميرت نسبه بهرة نرجو ان شاء الله انسفل ديلا البومات نسغم ديكا لو قدام اللي كان وين تمازيغتي ان شاء الله يغوري لا بلا كران ديوب هذا الاقل ان شاء الله يغير ربي تخصصيهم فدا ديال الجمهور يا ضنين اللي ديسم دي كانوين تمازيغ تنميرت.
بركات مرحبا بكم راديو تبير 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 مرحبا بكم ببركات غو المقارنة اللي غنسلي الزوكاز نغيد غ أم زكون محمد وستيس غ المدينة الدار البيضاء سراكيكات اللي ختكر الجمعية نتروان تمازير المقارنة اللي كان المقارنة سمغور تنازور فاطمة السوسي إلين بقيون الضيوف الشرف اللي دا حاضر خصيصا فدت حاضر نغت فوق ليا تفدت نان اي فاطمة السوسي هي قديم فدت ناني فاطمة السوسي نقا ينقيم فاطمة السوسي تكفى توكت مين نفدي حاضر يان غينو زار اللي دارنا غيزان اللي مقورنا اللي غ يوسي الهم يوسي انزقوم انتو سناتو تليت تزوري دامازيغت غي كان دولا اري تقال الادوار نص ايق الاستاذ تغاوسي وليد الحمد لله يبي كريسة في البهرة مقورنين دي زمو الزال غمياد استاذ عبد اللطيف عطيف اللي اسمه قول مغيلات اللي درس في لادم غنقنط الدرجه من راديوات بير غوغست مازلت لا تيميزان برا ايغا المقارنه فد ليسك سيلا الرحيم ديم دوكانس اللي موتني يا عمر جنس هاي كندولا فدت نسقسا سي عبد اللطيف مرحبا بك اسك نسبراك غمز ورو غول مقارنه كرا غديك الله يبارك لك السي احمد ياركم تشكر البارباره راديوات بير نقل ليسك المباشر ولا الحضور لحفلات باش نيلكيم دوك دنغي ان غلا بدا زدوي الاخبار حتى التزرين غوم زوارو سي عبد اللطيف عطيف وسن لي سولاخ فايلا كجران فد ميدن عندنا الحمد لله غير هذا سي عبد اللطيف عطيف ولله الحمد هاتي زري ما يان وا غينا ما ينا يزري غنا ريتو قوي كريكاتيان نضرب بغير السلام بنان كان يسلم لي صحتنا أن الحمد لله اللهم لك الحمد بخير وعلى خير الحمد لله بخيرين ما يقدرت ربي يجري كل شيء غني يجري الأمن أرتن بارس الحمد لله سكرن تورين سن يعني والتغيلات القانون رينا تاغورينس تلميذنك وكان أي خسول تيميك فتزديتنك دلت مدن فاطمة السوسي سولاغ فتنازور تاد فتا فلاس نميدن توك تنتغاوسي وين اللي فلاسور السن ومالك تيني غاسي مادي فاطمة السوسي ربما تقى غنية عن كل تعريف يعني فاطمة السوسي تقعد إنسانة قبل كل شيء تقعد إنسانة محترمة كفنانة تعمل غدي يسخ منه الأعمال يعني تورينس بارك الله تورينس فرازي سوال يعني تعزى دارس تورينس تعزى دارس الفان يعني تلقى فنانة اللي غير الهم اللي تلقى فنانة اللي غير السعر تلقى فنانة اللي تقبل يعني الناقد تلقى فنانة اللي سفلين تلقى فنانة اللي تدين يعني الدور يعني باحترافية حتى نكون نفرح باهرة اللي غير فكرنا ولا اللي غير سوين من ميدنا الجمعية تروان تمازير اللي غير سكرنا يعني التكريمات يعني إيماد يفوكي باهرة حتى نكون يمكى فنانة مش كاد هذا سنحضر وش كاد سكون قادر باش نحضر وتمتنا فاطمة السوسي لأنه نعزى دار نعزو دار تربين قاد لقدام باش نتيس ندرو يعني أمو السويات اللي يسكر من الندمان يعني يفور كي بهرة بهرة تمنى قردوك دودك الحمد لله هارك طامز الميت نفات ديك سكن جو لا فين تيغو سوين تقول له دنت ما تدخسم دنت يسي عبد اللطيف عطيف ها ما تدخسم دنت تغو سوين دنا اش كده سي عبد اللطيف هذيك صور الله يرحم والدين صور ديتي ما تخصم سي عبد اللطيف عاطي ايوا تي مات غير كي ساكتيني قاه حتى صله الرحيم يعني تمقير دوك دود يعني ارتاش كان صور يعني عزان عزا دارس حوالي حتى انت هذه عزان باهره درنا بينا فان دماغ يعني راني تقاتو كاس حتى نكرينا نسكر كان تغوسا اللي راتني السوس من اللي راتني الصفرح اش كون غير كان ما هذه نسكر الفني قايا تمسيت باهره مقور يعني ارتمتالت يا الشريحه مسكن انت يا مجتمع
ما ان راه غير الصفراح يعني وراه كيف هذا شخصيا ماشي وريت صدان باش يكون بنادم يقوريري والركيد يقصاد يعني اي ربي ما حبتي نسول صافي انا عزام بارد يعني غير عزام دار قلب تزيك تقل فضايلي فينا يسين لك راه ما ينوم ما انت غاوسيوي ما انت غراسين اللي خدغيوي تاع لطيف عاطف الدغي من الكول دوك دوك ان شاء الله سلام انت بالمناسبه العيد مقور نتكلم قدام ان شاء الله هو ما داك التيني غيلاد يعني العمل اللي خدمو غير تقاديات تمسكون تقاديات المسرحيه اللي كانز وسغ استرا العرض زوار استرا يعني النزهه العرض زوار نسريت غمس كاتين تسن 12 شهر 7 اللي زير 10 7 غمس كاتين تنسنيت حضرات للجنه اللي يعجب الميان حتى كاينيت مات الغباه راهي المسرح يعني كاين الخشبه المسرح قاعد غوسه اللي غتميقي الدكدوك نكد يعني مباشره ريت فراج يعني كي غاس ما طلعش بزاف 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 في المسرح ويا غيوم ارجنس وغدا كان العمل غيلات اللي خسوري واخا نتمنى ان شاء الله المسرح ياخذ ارجنس ولا يني ما نقول لك اريت لي المصاريف التناقل اريت لي المصاريف التجارب اريت لي العدد غوزوين سي عبد اللطيف عطيف يسني سير سكران الملف سكران سكاغ سكيوين بعد ملك الثقافه الامازيغيه الوزاره نتسنا سكيوين يا ضنين اللي ران على الاقل فدا الدعم من غير اللي تسكر فاين اللي تسكرت فدا سكمت توصلنا هاد نيو جدد قدران ولا غزوغا لا العمل الثاني كان مدعم من طرف وزاره الثقافه والاتصال يعني واخا الدعم يعني اسمس الدعم وريكافا باش اسيسكر ديال العدد ديال عدد العروض ولا اسيست ماتيت ولا اسيست دورت يعني اشكو من اريتي المصاريف اريتي ليكيب تكنيك اريتي المونتيلين اريتي التنقلات اريتي ديال العدد ديال العدد غوشين ولكن كوني يوفي ميك بلاش اللهم الله غيكليز التنين يوفي ستيد تلاحتنت اشكو باش خصنا نكونين راه انا ميقير دوك دود نغي عزان راه داخل سكر كانت غوشه الدين اللي راه تيسوس واخا يعني تا موكريس اللي لانه هو بعدا وريتي لي ما وريتي انت المقرات يعني ما غنتدرب وكان اساس المناسبه هذا راه باهر السي مغور غميد اللي يوسن باهر اللي ديني غيبيد فانا يعني المقر واخا وري قوي المسرح ولكن فكان المقر يعني ارقيس نتدرب يعني لقنين يعني نباهر نسي مغور بزاف 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 يعني كانت سكا كان المؤسسه تبعي الدوله الدار كان 100 دقيقة لا غير البريفي غير 100 مساك اللي غير يعني عزام دار دوس دوري الناس يا اي سكوتر بي زون 100 ناس دار سكوتر بي اشكو لان يعني عدد 100 زون دوبي ورد لان 100 زون دوبي ولا نور الزهر فات بس تعاون الى الوياد يضني اللي داري لاباس تعاونوا ولا نور كازون دوبي غير سمي لكين ايوا بردك تكني كنا اللي في الاغيلا نار تنسكار واخا نشد طاغلاف انا شفت هو تنوريت ولكن نور الصدار هذا غنسامح غميان لكن ساكا ديني غميان ديك هي تمسايت ورسلو ورنوفا سرس يخصها تيس اديس نما اشكو ماخ يعني رنت ميخير دوك دود نغاك دود نغار ابدا سيت نغي تقال يعني ابدود نتانو كل ما نور تيسني السنغاري اللي استفيد نحبات نحبونا واخا سي عبد اللطيف عاطف غادي يربي تم زبون تاد تفتهم كل سيس كم سيس الجوالات يسوري لا كان ما يضرب العارضات فهاد اتيس مثلا اتدعم اتيس التلفزيون القنوات النغلي دارنا غير الان ولحد الان نورتا لانه يلاه قال العرض الاول يلاه زرت الجنه يعني تقبل يعني الجنه يعجبنا العرض ولا حتى ميتلي لي سيوش كانوا ماسك هذه السنين يعجبنا يسوس بن ميان غير هذا اخصاء نزري ستاد العروض بعدا ويدي اخصاء ضروري نستاد العروض ستاد العروض ستاد الاقاليم الغداء غير غير وتقريبا كرات الجهات اخصاء كيزري ستاد العروض واخا سي عبد اللطيف عاطف ثمان ميات اللي غدارك تهزها الخشبه نسيت دارك تهزها سيزات كان حتى سكيت فرد يعني الفكاهه الفرديه تيغاو سيوني زيد داخل جوج هاد الكلام الجديد ان شاء الله في
غد مثل رزق راني نسي عطيف عاطف واحد ودا دران سان ورزار اقول له دي مثل انا تنداوين افضا يسنا غير زريتي كانت غوزي وين المساجات كنت بردي اللي بدا السلك انت ما دي قدا يا واش كنت تايقا واحد وتشكو فعلا كانت امانة سيد الحاجة وهو التخصص يعني ما يد نوان مانشو يعني كلي قد تغوصا لاني دبابس كيغتي الناس كارمين وليني غيلاد مع اللي اغتاج بزاف سماس كاتي تمثيل التلفزيون ولا السينما يعني مكي شخصيا ورزدار ما ورزدار غيني تسمون لأنه هو نوان مانشو غيكي ساكني غيكي قد تغوصا لاني دبابس تريد هذا نين تريد هذا فلتوية ضيادينة بألان المهم تريد هذا جيت يعني بعدين الحمد لله ولا تيجي كنا وغنص غلمسرة هذه إصدار يسكن كل شيء سواء دوقي الحمد لله هذه ورد إذا كنت تلو غتني تلو قدامنا ولكن أكيد تلو غن دي اللي تسكن لقني جيكس كنا بيتطالب تطال لقني جيكس كنا عطار تكزا عطار لقني جيكس إذا الحمد لله لم تغوص من حتى لسانيات لإتقان سوري وين لكن أنت مازيخ سعر نضيف عاطف ورد نتاكا لن يتراني يضني ولكن ما قلت لي تكاملي غلا لي منو يتران لي بدا ديال لا يعني ارت كازو ديك كيور ولكن الناس كامل تيبراتي صغار راسي نسد وردي قنا الزوار فتا انا قرا انت لا فاس غير الموضوع عندي هذه ما هي انا فاكني غير قالت لا غوسه يعني درس بيتنس قالت لا حاج طف الشروط نسك قالت لا غوسه يعني حتى اش يعني غير كلي سيد نيدي لا ما هي ارتمي قير بنادم يعني راك كارس تنكات يعني إلا ينتفعوا والمهان إلا غوغنس يغدر كل المهان غوغنس ورين كان دمان ورين دمان داغتي ورين خا يعني ماشي غراش كي تكتمو متين ماشي غراش كي درس كاتلو نوان مانشو ماشي غراش كي تكتمو خري ماشي غراش كي درس كاتلو نارا ماشي غراش كي درس كاتلو الصوت ماشي يعني غير ساكنية كريكات تغوسة يعني طف التخصص كريكات تغوسة تيني لقنس إذن بغي غرت سكت لو ما نشوف يخسر ديما تليت يخسر ديما تبعات يخسر هذا سفت تيزيز ما يعني فاكني غنكي ارتفارام غيني تخصص يغلي غمس دومين تمثيل ومس دومين تمثيل السعادة وخاسي نضيف غيلة تزريم اختزريت ما يعني ماني ليش كان إن شاء الله فهذا سيدون قلنا وقدود نون نقدر تخصيص ورتا ورتا حديد ماني ساعتا دورتا ورتا ورتا حديد ماني ورتا أرسلت لي العروض أرسلت لي الأماكن اللي غنزري العروض إن شاء الله إن شاء الله الوقت المرض زري مياد إن شاء الله هذه نكون إذا ندرغ إلغو ميسن مياد رب نزري ميد نفات إن شاء الله ندارو الحظ الميد إن شاء الله أرك بارسي مغور أرك تلغو أرك ترجوك التوفيق أرجوك إن شاء الله تودان وفول كده الأخير غيت سوق أديني إن شاء الله يغير ربي إن شاء الله أرك بارسي مغور أرك تلغو غسي أمطيب تقولي قانتا بقارو تيو قدود نك اللي قبدي ميارنا كنا قد تسجاغ نقل سكيوي ايوا قد نغي عزان سغمي المرادر فاس نسلام غرد بها رسي مغور إلى غرسي مغور أرس نتيني غانت عزان بها ردرنا غانا نحبوك اللي الله وقبلي نسني سدروا لنا عزا أدع كوني دوم ربي عن يعني يغور تلاهم كوني نكوني نور الله مسبقا نرون نتيني عطلة سعيدة أرون نتيني غداغ تفسكا يهودان استقبا ان شاء الله اكون يحضر به بزاف بزاف تلميذك سي عبد اللطيف عاطف الاستاذ تكتل مال تكتل مسرحي تكتل ممثل ايش رمضان راك بارون سي مغور تكتل واد حب الميدنا كان كتسكا كتسكيوين تمازيت المغرب توكا اللي نزرا غير نيت غوكس ومزقول محمد وزيس اللي غا ميد نورك جانا دكاور تكون انا ريك اقرا فاتت ديك سكرتي ولا فين ما هذيك العربون المحبه الزايد اللي بدي الله نغر ونزور يقان أحقاقي دوك دود نسل اللي يقان أحقاقي تنمير تكبر نصيب وراك انت أكي عبر بي تنمير تنمير مرحبا بيكم هاي الدرنة غدي سدرنة غسلو كان لا غو المقارات سلو كان لا غا اني غا المقارات اللي نيزو كان غو مزقون محمد وستيس المدينة دار البيضاء غا ومسوى متكريم الأستاذة فاطمة السوسي سي محمد ابراهيم الحاج انت الغرد سي مغور فتو كازنس تكريت يضني فداك كنت لكم صوت وصورة غا يعني هاد الجودة اللي كان عالية مرحبا بكم هاد الدرخ ديس الدرخ